انظروا ماذا فعل هذا الأسد مع هذا الرجل، شيء لا يصدق، سبحان الله. ولكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، فالدال على الخير كفاعله. في هذا الفيديو سوف نقص عليكم قصة عجيبة لشاب مسلم من دولة نيجيريا، حيث يقول الشاب: أنا اسمي إسلام، أبلغ من العمر 25 سنة، وتربيت وعشت في أسرة مسلمة، وكانت أسرتي فقيرة جدا، حيث أسرتي تتكون من أب وأم وخمسة من الإخوة، وأنا سادسهم، وكان والدي فقير جدا، ويعمل في مجال الزراعة، وأمي كانت تذهب إلى الأسواق لكي تبيع منتجات أرضنا الزراعية، فكانت تساعد والدي. وعندما كنت في المرحلة الابتدائية كان والدي يتمنى أن أصبح دكتورا، ويقول لي: يا إسلام لا تخزلني، أريدك أن تصبح دكتورا وترفع رأسي أمام أهل القرية. فأخذت كلام والدي بجدية، وبدأت أذاكر وأذاكر حتى وصلت إلى المرحلة الإعدادية، وبعد ذلك حصلت على مجموع كبير جدا. فمن فرحة والدي أخذ ملفي وذهب ليقدم لي في المدرسة الثانوية، وبعد ذلك نجحت في أول سنة وثاني سنة، ووصلت إلى السنة الأخيرة، وبدأت أذاكر فيها كثيرا، وأكاد لا أنام من كثرة المذاكرة. وجاء ميعاد الامتحانات ودخلتها، وأجبت على جميع الأسئلة في جميع المواد، وبعد ذلك انتظرت النتيجة، ووالدي كان في قمة القلق. وبعد ذلك فوجئنا أن إدارة المدرسة جاءت إلى منزلنا لكي تبارك لنا، فكنا سعداء جدا ونشعر بالفخر. ووالدي من فرحته أخذني إلى المدينة واشترى لي بعض الملابس الجديدة وحذاء جديد وشنطة سفر جديدة، وكنت سعيد جدا أنني قمت بإسعاد والدي وأسرتي، وكنت أرى الفرحة في أعينهم. وبعد ذلك ذهبت إلى كلية الطب، وانتهيت من السنة الأولى والسنة الثانية بنجاح. أما السنة الثالثة أصبت بمرض وتعثرت فيها، لكن الحمد لله نجحت بتقدير جيد، الحمد لله في جميع الأحوال. بعد ذلك انتهيت من الدراسة في كلية الطب ونجحت الحمد لله، وحصلت على تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وقد تم تعييني من قبل الحكومة في مستشفى بعيدة عن العاصمة، وكانت في منطقة نائية جدا، لدرجة أنني ترددت أن أذهب إليها في الأول، حيث المستشفى تقع في منطقة مليئة بالأسود والحيوانات المفترسة. وبعد تفكير عميق وأخذ رأي والدي وأسرتي قررت أن أذهب إليها، وبالفعل ذهبت إلى المستشفى، وهناك كنت أنا مدير المستشفى لأن عدد العاملين فيها كان قليل جدا، ويعتبر لا يوجد إلا مريض أو اثنان يوميا. وفي يوم من الأيام جلست في مكتبي وسمعت صراخا يأتي من حديقة المستشفى، وجدت أسدا يقتحم الحديقة والعاملين في المستشفى يتصدون له بكل حزم. نزلت مسرعا ومعي قطعة حديدية لكي أساعدهم في التصدي لهذا الأسد العملاق، ولكنني لاحظت أن الأسد لا يريد أن يعتدي على أحد وكأنه يبكي. قلت لهم: توقفوا الآن. فبعد أن توقفوا وجدت الأسد نائم على الأرض وبسط يديه وكأنه يبكي، فذهبت إليه ووضعت يدي عليه فوجدته لا يفعل شيئا، وأخرج لسانه ولعق به رجلي. تأكدت حينها أن هذا الأسد وراءه شيء، فقام الأسد وذهب. فذهبت وراءه أنا وبعض العاملين في المستشفى حيث وقف الأسد، فوقفنا وجدت بجانبه زوجته وكانت تصرخ. اقتربت منهم ونظرت وجدت مفاجأة صادمة، وجدت أسدا صغيرا في حفرة عميقة ويبدو عليه الإعياء الشديد. فقمنا على الفور بإنقاذ الأسد الصغير وبإسعافه وتقديم له كافة الإجراءات الطبية اللازمة حتى أصبح في حالة جيدة. فوجدت الأسد الكبير والده ينظر إلي بنظرة كلها حب، وكأنه يقول لي: شكرا يا دكتور على إنقاذك لابني. الغريب في الأمر
أن الأسد كل يوم يأتي في الصباح إلى المستشفى ينظر إلي ويذهب، واستمر هذا الأمر حتى تم نقلي إلى مستشفى آخر. وإلى هنا تنتهي قصتنا، ولكن ربما تكون القصة غير حقيقية، ولكن خرجنا منها بعبرة مفيدة، وهي لا تحكم على الأشياء من ظاهرها، وإنما يجب أن تتأكد. ربما تظلم إنسانا أو حيوانا بمجرد أن حكمت عليه من ظاهر الأمر. وفي هذا الفيديو أيضا سنقدم لكم هذه القصة العجيبة، فعلى بركة الله نبدأ. سترتعش عندما تعرف ماذا فعلت هذه المرأة عندما هجم عليها ثعبان وهي تصلي. العمل الصالح يسعى المسلم للوصول إلى رضا الله ومحبته، فيقوم بجميع ما أمر الله به ويبتعد عن جميع ما نهى عنه. وإن الأعمال الصالحة التي يمكن للعبد التقرب من خلالها إلى الله سبحانه وتعالى كثيرة ومتعددة، فمنها ما يكون بالفعل الجسدي، ومنها ما يكون بالقول، ومنها ما يكون منشأه القلب، ومنها ما يكون فعلا ماليا مطلقا. وسنعرض في هذا الفيديو قصة المرأة التي هجم عليها ثعبان وهي تصلي في حديقة منزلها. تحكي امرأة جزائرية تبلغ من العمر 44 عاما، وكانت امرأة من الصالحين، وتقول: كنت أجلس في حديقة منزلي أستمتع بهواء الطبيعة وأتدبر في خلق الله عز وجل. وبينما أنا جالسة في الحديقة جاء وقت العصر، وكان في مكان بعيد عن الناس، مكان لا يذهب إليه أحد في العادة، فهممت للصلاة فتوضأت ثم بدأت في صلاتي. وبينما أنا في صلاتي وإذا بثعبان ضخم يقف أمامي، ففزعت في البداية فزعا شديدا، ولكنني لم أقطع صلاتي. فكرت أن الله حتما سيحميني وسيكفيني هذا الخطر، ولو مت فيا لها من موتة وأنا ساجدة لله عز وجل. هذا ما دار في عقلي وهذا ما قمت به. أكملت صلاتي وأنا ساجدة، قلت سبحان ربي الأعلى 3 مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وعندما رفعت رأسي من السجود مر الثعبان الضخم من أمامي كأنه لم يراني ولم يقترب مني أبدا. وعندما عادت هذه المرأة الصالحة إلى بيتها حكت ما حدث لها إلى زوجها. بكى زوجها وقال لها: قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال لها أيضا: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فانهارت المرأة من البكاء وسجدت لله عز وجل. وبعد أن انتهت من السجود قالت لزوجها: علمت الآن فضل الصلاة والدعاء والقرب من الله عز وجل. رددوا معي: الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. اللهم صلي على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إذا أتممت مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع الآخرين. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة لولو 7.